أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الإيمان والعمل الصالح. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الإيمان والعمل الصالح الذي تبينه هذه الآيات، هذا وعد من الله تبارك وتعالى لمن عمل صالحا. وما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح العمل المتابع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإخلاص ابتغاء مرضات الله. كتاب الله معروف، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستغنى عنها، لأنها مفسرة ومبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك أطاع الله ورسوله مخلصا لله مؤمنا بالله من ذكر أو أنثى. الذي جعل الذكر كالأنثى هو الله تبارك وتعالى وهذا الدين. أما ما يدعون إليه في الغرب وأذناب الفجار والكفار من مساواة بين المرأة والرجل، لا يريدون بها المساواة، إنما يريدون بها التسلط على المرأة بأساليب خبيثة شيطانية، حتى إذا وصلوا إلى أغراضهم تنكروا وتنصلوا. والذي لا يصدق يجد هذا في العالم الكافر. إحدى الممرضات عندما زرت قريب لي في فرنسا، ذهبت للقاء بعض المحاضرات، قال: هذه الممرضة عندها 3 أولاد وهي تكد وتتعب من أجل هؤلاء الأولاد حتى تربيه. قلت له: مطلقة ولا مات زوجها؟ قال: ما لا زوج، أصدقاء بيجوا من هنا من هنا، سواح. إنسان يصل إلى شهوته وهي تتحمل الآلام، هل هذا مساواة بين الرجل والمرأة؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال. ويقول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن. نسبة تناسب، ما يمكن أن تكون الأمور والواجبات كلها مثل بعض، أحيانا تختلف بحسب البنية. المرأة تحمل وتلد، الرجل لا يحمل ولا يلد، إن عجبوا هذا أو ما عجبوا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هذه الدرجة التي يجهلها كثير من الناس؟ درجة القوامة. ما معنى القوامة؟ أن يجب على الرجل أن يقوم بشأن المرأة التي تحمل أولاده وتربيهم، ولا يحرجها ولا يجعلها تحتاج، لأن تبذل جهد. كنا ماشيين في باريس وسنتجه إلى المطار، فوجدت سيارة ضخمة قاطرة ومقطورة. لفت نظري امرأة تصعد على هذه السيارة وكأنها قطة صغيرة، السيارة من كثر ما هي ضخمة وهي امرأة صغيرة، تصعد مسكت الدركسيون كبير هكذا، وهي ما عادت تتبين، تسافر من بلد إلى بلد من قطر إلى قطر وتتهجول، وإذا نزل معها دولاب تستعمل الروافع وتفكر وتصلح والآخر. من أجل ماذا؟ من أجل تأكل رزق حلال. لماذا؟ لماذا لا تكون مضمونة ومكفولة ضمان اجتماعي كما أمر ربنا؟ ولذلك أحد الأشخاص من
طلاب العلم لسه ما هو عالم كبير، ألقى محاضرة بفرنسا عن المرأة وحقوق المرأة، فقالت إحدى النساء جاءت وقبلت رجله قالت خذوني إلى بلادكم لأعيش عاما ثم اقتلوني، نعيش إنساني سنة بس بعدين موتوني من كثرة ما ترى من الآلام والمشاق في كسب رزقها لتعيش. والجاهلات والجاهلون يظنون أننا إذا دعونا بدعوة الغرب نساوي بين الرجل والمرأة، قصدهم مساواة بين الرجل والمرأة في الفلتان. الإسلام لا يرضى حتى للرجل أن ينفلت من الآداب الاجتماعية والإنسانية والسلوكية، والمرأة أيضا كذلك، فالنساء شقائق الرجال. فربنا هنا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى سيما بعد فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا. لماذا تكون الحياة الطيبة؟ لمن يطيع الله ورسوله. طبعا السعادة يا إخواني ويا أخواتي تنبع من القلب من الداخل وليس بالطعام والشراب. الحيوان هدفه في الحياة أمرين، الجنس وهو منضبط بقواعد جنسية، ما مثل الإنسان صيف وشتاء ومساء وربيع وخريف وهذه وهذه، لا، ضوابط جنسية بشكل ما يطغى الذكر على الأنثى، وإذا حملت الأنثى لا يمكن أن يقترب منها ذكر تمنعه. أما الإنسان عندما ينفلت لا يكتفي لا بصيف ولا بشتاء ولا بصباح ولا بمساء ولا بهذه ولا بتلك، وإذا فعل ذلك ضاعت حقوق النساء وأصبحت في خدمة الرجل لتلبية شهواته. فالحياة الطيبة للرجل والمرأة عندما يطيعون الله سبحانه وتعالى، يبنون الأسرة برضا الطرفين. إذا لم ترضى الأنثى بالزواج من فلان لا يجوز لوليها أن يجبرها. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، أن ابن أخوه واحد إنسان تعبان عشان يرفعه في المجتمع أنه هو تزوج بنت فلان. إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجيزي ما فعل أبيك. فقالت يا رسول الله لا أجيز ما فعل أبي، ما بدي أتزوج فلان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي فزوجي نفسك من شئت. هذا الإسلام، لا المرأة تجبر على زواج معين ولا الرجل. الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها خطيبة يعني قبل أن تتزوجوا قبل أن سوعك الزواج؟ قال لا، قال انظر إلى انظرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني يربط بينكم رباط المحبة. فتقوم الأسرة على التراضي وعلى التكافؤ وعلى التحابب وعلى المودة. وإذا بنيت هذه الأسرة وكان منها الأولاد البنين أو البنات يعيشون حياة سعيدة. كلما جاءهم ولد يتعاون الأبوان في تربية هذا الولد وفي حبه وفي العطاء له حتى يكبر ويكون لبنة صالحة في المجتمع. أما المرأة تنزل للعمل بسد أولادها، هذا طلع من الشارع ضربته سيارة والآخر فلت مع الناس والعياذ بالله تعالى طلع شرير بدل ما يطلع زيد، هذا ليس خط إسلامي وليست حياة طيبة. ولذلك عندما يولد للإنسان مولود رجل كان أو امرأة يقول ادعو لنا فيقول له قرة عين إن شاء الله. ما معنى قرة عين؟ أي مولود تقر به عينك تسعد به. فالحياة الطيبة هي في الدنيا التي يعيشها المؤمن والمؤمنة عندما يطيعون الله، وتبدأ من شعورهم بالكرامة عندما يتحررون من عبودية لغير الله ويطيعون الله وحده، وتنتهي بكل الأعمال التي أمرهم بها الله. فالله لم يأمر إلا بالعمل الذي يؤدي إلى مصلحة العباد، لأن الله غني عن العالمين. بينما الطواغيت والفراعنة والأسود والزئبان يأمرون بأوامر لمصالحهم ولعرقيتهم ولتسلطهم على الناس،
فتحرروا أيها الناس من الطواغيت. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، شعر بعض، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، حياة سعيدة، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن الأعمال اللي عملوها نضاعف لهم كل حسناتهم أضعافا كثيرة. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولذلك قالوا: رغم أنفه، أي ذل والتصق بالتراب، من غلبت سيئاته عشرة. الله بيجعله عشر حسنات وسيئة بسيئة، وتغلب سيئاته حسنات. على إنسان والعياذ بالله تعالى غافل وبعيد عن الله سبحانه وتعالى كثيرا. ثم يقول سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة طلب العوز، تستعيذ بالله من الشيطان، والشيطان قد يكون إنسيا وقد يكون جنسي جنيا. الشيطان الجني هو أبليس، إن أبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والشيطان الإنسي هو كل من أطاع أبليس ودعا بدعوته. المضلل للناس شيطان، الذي يغريهم في المحرمات شيطان، الذي يمهل لهم طريق الشر ويشجعهم عليه شيطان، الذي يحمل السلاح عليهم ليتسلط عليهم شيطان. فهناك شيطان إنس وهناك شيطان الجن، وأحيانا شيطان الجن ما بيستطيع على المؤمن، لما بيتسلط عليه شيطان الإنس يستطيع أن يغويه. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. الشيطان الجني استشرفها، لا إلى بالأهل وسهلا بنسر، يعني لما تخرج متبرجة، لأنها تساعده على إغراء الناس وإبعادهم عن الله. عندما يتوجهون للشهوات ولا يتوجهون إليها بالطريق الذي رسمه الله، فلا يحيون الحياة الطيبة، وتصيبهم الأمراض والآفات كما ذكرت لكم في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فشت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، صدق عليه الصلاة والسلام. إذن عندما تبدأ بقراءة القرآن يأمرك ربك أمر ندب. لماذا أمر ندب؟ لأن قراءة القرآن في غير الصلاة ليست فرض، فما معقول أمرك بشيء فرض لشيء ليس بفرض. فلذلك الأمر هنا أمر ندب وسنية. فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى الله من شر الشيطان الرجيم. قل هذا من قلبك، ما تقول لسان وقلبك وجسمك رايح مع الشيطان، لا. إذا فعلت ذلك تكون كمن وجد وحشا يريد أن يسطو عليه، ووجد حصنا منيعا، فقال: التجأت بهذا الحصن من شر هذا الوحش. تم جالس بيأكل الوحش، ولكن ماذا يفعل؟ يتخذ الحركة لكي يدخل في الحصن ويغفل على نفسه، فيلتجئ بالحصن من شر هذا الوحش. أيضا عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعزم من قلبك أن تخالف الشيطان، شيطان الإنس والجن الرجيم المرجوم، يعني المطرود من رحمة الله، وتطيع رب العالمين. فكل سلوك شرعه الله، إذا تركت شرع الله معناها اتبعت الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكرت لكم قبل قليل أن الشيطان نوعين، شيطان الإنس والجن، ودليله من القرآن. قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال الله تبارك وتعالى في آخر سورة من قصار السور: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، إلى يقول: من الجنة والناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجنة ما بنشوفهم، خواطر تخطر على بالنا، الشيطان شاهين عليها ولكن ما بيجبرنا، الشيطان الجني. الشيطان الإنسي أيضا الصاحب ساحب، كلمتين في الإذن سحر، ما بقوله هيك العامة،
إن من البيان لسحرا. عندما يأتي إنسان سيء فيتحدث عن أشياء محرمة ويشهي عليها الإنسان، عندما يعرض أشياء يجزي فيها إنسان الحرام، كل هذا عمل شيطاني. فكل من أعرض عن الحق وتمرد عن الحق فهو شيطان، كل من دعا إلى الباطل وتمرد عن الحق على الحق فهو شيطان. في شيطان الإنس وفي شيطان الجن، فنحن عندما نستعيذ من شيطان الإنس ومن شيطان الجن بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا قرأنا القرآن لا يكون للشيطان وسوسة علينا ولا يوجهنا إلى المتشابهات حتى يشككنا في القرآن، إنما نفهم ونسمع القرآن بفهم صحيح وسماع صحيح خالد من التعصب لجهة معينة مخالفة للقرآن. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. السلطان الحجة أو القوة. فالشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، يعني لا يجبرهم إجبار، لا، إنما يدعوهم فيطيعونهم، فهم الذين تولوا. اللي بتولوا طاعة الشيطان بأسر عليهم الشيطان. الذين لا يتولون طاعة الشيطان ويخلصون لله سبحانه وتعالى في الطاعة، لا يستطيع الشيطان أن يؤثر عليهم ويغير دينهم. وأكثر عقبة يجدها الشيطان في التفريق بين المرء وزوجه. وورد في الحديث أن الشيطان يبعث جنوده ليضلوا الناس ويفسدوا أوضاعهم، فيأتي الجنود إلى رئيسهم الشيطان الكبير فيقول: هذا الشيطان عملت وعملت. فيقول: لا، أنا ما سويت شيء. يقول: هذا عملت وعملت. فيقول أحد الشياطين المرسلين يعني الإفساد بين الناس، يقول لرئيسه: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، يعني تميت أفسد بيناته الأرض حتى. فيقول له الشيطان: أنت اللي عملت عمل ممتاز. ليش؟ لأنه الروابط بين الزوجين روابط قوية متينة مبنية على المحبة والمودة لله، مو بس لشكل المرأة أو شكل الرجل أو العمل، لا، لله، وهما يطيعان الله في حقوق بعضهما. فكل يوم مع يوم يزداد حبهما ويزداد تماسكهما، وإن وجد خلافات جزئية فهي كما يقول الشيخ طنطاوي رحمة الله عليه مثل الفلفل اللي بنحط للطبخة حتى المقبلات. صير في أعراض اختلاف بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها، ولكن هذا الخلاف لا يصل إلى القلب ولا يصل إلى الكراهية، إنما تعود المرأة لرشدها، فإن كان خطأ منها تعتذر فيزداد حب زوجها إليها. مو بتكبر هي تخضع له، لا، ما بتخضع له، إيه ما تخضع له، الطفل الشيطان عم بلعب في رأسه. أو هو إذا أخطأ يبين خطأه ويعتذر: أنا أعتذر لمرأة، ومن هي المرأة؟ إيه لا تعتذر، الشيطان عم بلعب في رأسه. فالشيطان يستطيع أن يفك أقوى علاقة بين الزوج وزوجته، هذا الشيطان الفظيع الخبيث. وما أكثر ما نسأل عن الطلاق، ما في يوم أنا بيجيني سؤالين أو ثلاثة عن الطلاق. ليش؟ والله طلعت براسي. إيش راسك؟ راسك في شيطان؟ هكذا شرع الله الطلاق؟ شرع الله الطلاق لأن ما جاز النصرانية خلاص لزقة موضع تنفك، تعيشون على المودة والمحبة، ويحفظ كل واحد منكم حقوق الآخر. فإذا لم تستطع الزوجة أن تعيش مع الزوج أو الزوج يعيش مع الزوجة، بيحاولوا بيجربوا في عندها طلقة رجعية أولى، بتتم في البيت تزين له، إذا كان الخطأ منه بتراجع، خطأ منه بتراجع حتى تنقضي عدتها. إذا انقضت عدتها ولم يراجعها تنتهي العقد بيناتهم. أيضا له طلقة ثانية رجعية، أما ثالث مرة خلاص ما وقت، لأنه ما يمكن يعيشوا مع بعض. بيجي الواحد: والله تنزعت وانزعجت، زعجتني أبوه، زعجني أمه، قالت أنا طلقتها. هؤلاء ليسوا مسلمين، ما أقصد كفار يعني، ولكن لا يستسلمون لأمر الله، ما هكذا شرع الله الدين أبدا. المؤمن يفهم لماذا شرع الله الطلاق. إذا لا يمكن أن يعيش الزوج مع زوجته ولا الزوجة مع زوجته، وجربوا مرارا وحاولوا يصلحوا الأمور ولكن ما في فائدة، فيتفرقا، يعطيها حقوقها وشوفوا وضع الأولاد وشوفوا كذا، يتفرقوا. إن يتفرقا يغني الله كل من سعته. أما والله تنزع حلف الطلاق.
وبيجينا اشخاص يقول لك ايه حلفت الطلاق 100 ولا ما بجوز لك. ايش يا اخي جيب لي، ايش اجيب لك؟ تخرج عن كتاب ربك. جاء رجل الى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، طلقت زوجتي 100 طلقة، ما الحكم؟ قال: يا ابن عباس، بانت منك، يعني حرمت عليك ب3، ولعنك الله ب97 لعنة. هذا كلام ابن عباس، مو كلامنا. أين المسلمين؟ أين المسلمين اللي يعرف أن تزوج هذه المرأة لا يعيش في سعادة؟ فالذين يطيعون الله يعيشوا حياة طيبة، أما اللي يطيعوا الشيطان، ما الشيطان بيجبرون، هم الذين يتولونه. إنه ليس له سلطان إلا على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين يشركونه بطاعة الله، يطيعونه مع الله أو من دون الله، هؤلاء يتولون الشيطان، هم الذين يطيعون الشيطان. ما في حج عن الشيطان يجبرهم أبدا. المؤمن المخلص والمؤمن المخلص لله لا يمكن للشيطان أن يجبرها على معصية أو يقعها بمعصية. ولو فرضنا وقعت في المعصية، رأسا تتوب كما حصل مع آدم عليه الصلاة والسلام، أوقعوا في معصية رأسا يتوب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحة، نصوحة خالصة. فإذا تبت إلى الله توبة نصوحة يقبلك الله ويمسح عنك هذا الذنب. وإذا الشيطان يبكي، تعب تعب حتى وقعك فيه، بعدين طلعت خالص مخلص لله سبحانه وتعالى. فالشيطان يا إخواني يا أخواتي ليس له حجة على البشر وليس له تسلط عليهم، ولكن الذي يتولى الشيطان يكون للشيطان سلطان عليه. وما أحسن ما ذكرته وذكر لي كمثل، مثل مواقعي بس تقريب للذهن. قال واحد من الأشخاص شاهد الشيطان ومعه أرسنة، يعني حبال يحطوها رسل للدابة حتى يسحبوها فيها. فقال هذا الرجل للشيطان: أنت تحتاج إلى هذه الحبال لتجر الناس إلى الكفر والمعاصي وكذا. قال له الشيطان: اذهب. فذهب. قال له: تعال. فجاء. قال: اذهب. فذهب. قال: تعال. قال له: أنت ما تحتاج لرسل، ماشي لحالك على الخط. الناس الذين يتولون الشيطان هم الذين يتسلط عليهم الشيطان، أما المخلصين لله الذين يعرفون ويفهمون أهداف الدين ومعنى لا إله إلا الله وأنها تحرر من العبودية لغير الله، يتحررون حتى من أهوائهم وشهواتهم. إذا زلت قدمهم فالشيطان استعملهم عن طريق الشهوات ليقعوا في معصية، رأسا يرجعون إلى الله ويعترفون بينهم وبين الله بذنبهم وخطائهم ويتوبون إلى الله، فيتوب الله عليهم ويخزي الله الشيطان. أما اللي من ساق وراء الشيطان، الشيطان بقول له: يلا سويت الشغل باخر، من بدي أقبلك الله، كمل كمل وراء الشيطان، فيتولى الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته: عرض لنا قول الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين. ربنا قال له: ليس لك عليهم سلطان. فليس لعباد الله المخلصين لله، لا يوجد للشيطان قوة وحجة عليهم ولا يجبرهم، إنما هم يتولون الشيطان. ولذلك الشيطان عندما يقف يوم بدخول النار، أهل النار النار، يقف الشيطان خطيب في أهل النار، وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان علي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، عملوا كذا، دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغيثكم من النار، وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني به، جعلتموني شريكا لله، قلت لكم عملوا عملتوا، ورب يأمركم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تعملوا، فلم تطيعوا الله وأطعتموني وأشركتموني مع الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحرر ويحررنا ويساعدنا الله على تحرير أنفسنا من الطاعة والتبعية لشيطان الإنس والجن. الحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟
مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.